الفقره دي هتشكروني عليها. انا سعيده بيها جدا لان ضيفتي اللي معايا الحقيقه اول مره التقي بيها، لكن هي خبيره ابراج فاهمه جدا جدا، والشويه اللي اتكلمنا فيهم قبل ما نطلع لحضراتكم ادتني منتهى الامل، في حين ان في ناس سابقين في خبراء ابراج يعني كرهوني في عيشتي وقالوا ان برج الحوت زحل عنده هيبقى يعني ايامه مش لطيفه. فبتشرفني الجميله ايمان خير خبيرة الأبراج. يا إيمان إزاي؟ أهلا بيك، أنت أصلا تعرفيش أنا بحبك قد إيه. الله يخليكي. يعني أنا مغرمة بيكي وكل الفضة، أنا من محبين الفضة، فأنا أيوة بعشق كل الحاجات. مش عارفك. بشوف كل الحاجات لما بتحطيها، أنا بشوف كل الانترفيو بتحضري بالحاجات، بقعد يعني أقول تاتش فوت على الحاجات كلها. الله يخليكي. طب قلتي لي أخبار حلوة على الحوت عشان أنت بتحبيني. لا لا لا، هو الحوت فعلا كده. طب إحنا مش عايزين نبتدي بالحوت عشان ما أبقاش أنانية، وبقولها وكل أصحابنا، أي حد عايز يتصل يسأل إيمان في حاجة ليها علاقة بالأبراج على الرحب والسعة. طيب إيمان قولي لي، حظوظ الأبراج بشكل عام، في سنوات كده بتبقى سنوات تقيلة على كل الأبراج. ده حقيقي. في سنوات بتبقى خفيفة مش كبيسة. بالظبط. هل إن شاء الله نتوقع إن 2023 بإذن الله يعني تبقى سنة من السنوات الخفيفة على الناس؟ هي سنة من السنوات الخفيفة، هي أرقامها 7، يعني من السنين اللي كانت تقيلة كانت 2021. دي كانت تقيلة قوي. كورونا. بالعكس السنه دي رقمها 7، سنه روحانيه، هتلاقي كل احداث. يعني ايه رقمها 7؟ بصي بتبقى مجموع السنه 7. ففي علم الارقام كل رقم بيبقى ليه دلاله. 7 ده حلو قوي. 7 السبعه المثاني، السماوات 7، الارض 7، الوان الطيف 7، كل الحاجات الحلوه في الحضارات في حاجات كتيره جدا مرتبطه بالرقم 7، وهو رقم روحاني وفلسفي. فهتلاقي احداث السنه سريعه وكتير بس خفيفه. يعني مش الاحداث اللي بتقطم الظهر، بالعكس هتبقى حاجات كلها هندور على ايه الحلو اللي في حياتنا. يعني حتى لو حاجات كبيسه او مزعجه احنا هنحاول نخرج نفسنا، هتبقى جايه حلوه، هتبقى جايه يعني بريح خفيف كده. تمام. مش بخبطات اللي هو بني ادم يبقى مش فاهم ايه اللي حصل له. فدي هتبقى من السنوات الحلوه الخفيفه اللي الناس هتبدا تشوف ايه النعم اللي عندها، وهتبقى ممتنه للحاجات اللي عندها اكتر ما هي السنين اللي فاتت كانت فيها جزء مادي شويه، فالناس كانت بتجري ورا الماديات والدنيا فما بتبقاش مرتاحه. ايوه. السنه دي لا. طب ده احنا المكالمات بقى ابتدت هيصه. معانا نعمه. الو. الو، ازيك يا نعمه؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشانه جدا. الله يسعد والله قلبك. متابعه جيده لبرنامج حضرتك. يا فرحتي يا فرحتي. ربنا يخليكي يا نعمه، واسمك جميل قوي. مش تلزق حضرتك. الله يكرمك. انا كنت عايزه اعرف 1-3 صفاته ايه؟ 1-3. تعالي. أيوة. تعالي القلب طنطك نشوه. صح؟ ايوه. طيب هنقول لك يا حبيبتي، اتفضلي. 1-3 اللي هو الحوت. الحوت احنا بنسميه حكيم الابراج. يا سلام على الجمال. اديني بقى في الحاجات الحلوة دي. الحوت حكيم الأبراج وجميل الأبراج. ده حقيقي. وعسول الأبراج. هو واخد من صفات ال 12 برج اللي قبليه. فأنت لما بتتعاملي معاه أنت بيطلع لك الحاجة اللي أنت عايزاها. يعني مثلا أنت صفتك عقلانية هيتعامل معاكي بعقلانية. أنت صفتك فرفوشة هيتعامل معاكي بده. يعني هو مرن. مرن جدا، فبيريح كل الناس. تمام. التحدي الوحيد اللي بيقابله في الصفة بتاعته ان هو بيعيش في الفانتازيا، في العالم الخيالي بتاعه، فهو كل احلامه بيحققها في الخيال.